من هون لأسبوعين ما رح كون موجودة، بس أنا رتبت كل الأمور، لا تقلقوا. ورح تابع من هني كمان. مهند؟ آه؟ صباح الخير فيروز خانم، كيف صحتك اليوم؟ وين كنت يا هريبو؟ موجود هون، رايح غير ثيابي، تأخرت على الكلية. عود، عايزتك. عندك علم بالبرنامج؟ عن أي برنامج؟ رايحين على عطلة. ما عندي علم. بالأول آخذين الأولاد على الجبل، وبعدين رح نروح كلياتنا سوا على باريس. وانت اكيد جاي معنا مو هيك؟ ما بعرف اذا بقدر سافر. ليك اذا انت ما بتجي انا ما بتحرك من هون لهون. ان شاء الله اذا رتبت اموري بجي بشوفك. ماشي، لا تنسى اكيد رح خلص تروح. بحاول. بدك تروح. انا رتبت مزاد تاني مشان الحفله. طبعاً، وحكيت مع شركة المزاد. كنت بعرفهم من قبل، شركة كتير محترمة. طيب، اليوم رح أبعث لكم إيميل بكل التفاصيل. ومثل ما بتعرفوا رح يكون في عنا ضيوف أجانب كمان. عاد عنزال، بالله هيك؟ منيح كتير، نحكي بعدين. يلا باي. أي مهند. شو رايحين رحلة؟ سمعت من فيروز خانم؟ نحن رايحين مو أنت. يعني أنتوا ما كنتوا رح تخبروني بالرحلة؟ ويمكن ما كنتوا رح تعزموني، صحيح؟ بين معك قدي كان معي حق بخصوص نهال؟ شو يعني هالحكي هلأ؟ وقت اللي كنت عم قلك بعد عن نهال كنت قصد هالشي. انت سبب كل شي صار مبارح. انا شو دخلني يا سمر؟ عم تزعجها لنهال يا مهند. البنت معجبة فيك وعم بتغار عليك. حكي فاضي. نهال على طول هيك بصير فيها. اتضايقت من العجقة وبس. لما سمعت انك رح تتزوج ما تحملت. أحسن لك تبعد عنا هي الفترة. على الأقل لبين ما تتأقلم مع اللي صار. من هون لوقتها بنصحك لا تقرب عليها أبداً. ما معي حق مدموازيل؟ معها حق. شو ساوي؟ اوعك تفتح هالموضوع مع نهال ابدا. اذا صار عندك عالم بيجرحها لنهال بالاكثر. انا قلت لك من قبل البنت متعلقه فيك. نهال عملت منك بطل لاحلامها وهي حاببتك. بس من جهه تانية اكيد انت معك حق. انت شي طبيعي تاسس حياتك وتخطط لها. برأيي رح تنسى. سمر خانم كان تفكيره كتير منيح بهاي الرحلة. رح يكون منيح مشانها إذا بتبعد عنك شوي. Thank you.
Thank you.